ما زالت فرق البحث تحاول إنقاذ الطفل الإسباني جولين البالغ من العمر عامين الذي سقط في بئر الأسبوع الماضي عندما كان يقضي يوم العطلة مع أسرته في أحد الحقول بمدينة مالاغا جنوبي البلاد. وقامت الفرق بحفر نفق يصل عمقه لستين مترا ويقع بموازاة البئر الذي سقط فيه الطفل. وكانت عمليات الحفر قد تعطلت بسبب وجود صخرة وجدت على عمق 18 مترا من النفق. وبالتوازي وصلت الرافعة التي ستقوم بإنزال كبسولة لإنقاذ الطفل من البئر. وتسابق فرق الإنقاذ الزمن في القيام بمهامها، بينما تترقب إسبانيا كلها بقلق بالغ على أمل أن يتمكن الطفل من البقاء على قيد الحياة رغم مرور أسبوع منذ سقوطه في البئر.